مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية تدشن الحملة الطبية 49 لمكافحة العمى وطب العيون بمستشفى خليفة العام بمدينة التربة بتعز. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تبعيات الحرب أنهكت أبناء تعز ومديرياتها، فأصبحوا الناس غير قادرين على مساعدة أنفسهم بالغذاء والدواء، ولأن المجتمع ومنظماته شريك أساسي في خدمة المجتمع، دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية الحملة الطبية 49 لمكافحة العمى وأمراض العيون بمستشفى خليفة العام بمدينة التربة بدعم من الرحمة العالمية دولة الكويت. في مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية مكتب تعز بتمويل كريم من الرحمة العالمية تنفذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية الحملة 49 لمكافحة العمى وأمراض العيون لعدد 250 عملية إزالة مياه بيضاء، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة إزالة المياه البيضاء في عموم الجمهورية اليمنية، ويقام هذا المشروع في مستشفى خليفة مديرية الشمايتين. نشكر الشكر موصول لمحسنون من دولة الكويت وللرحمة العالمية على هذه اللفتة الكريمة وعلى هذا التمويل الكريم. وكذا تنفيذ المخيم رقم 202 والذي يعمل على استهداف 250 عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف العلاجات، والذي تنفذه جمعية النبراس. ذاك الترابط المجتمعي الذي ولد الشعور بآلام الآخرين واحتياجهم ويمد لهم يد العون. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.